السلام عليكم. الحكومة الإيطالية خدامة في محاربة الناس اللي كيتاجروا في البشر، ولا كيهربوا البشر، ولا كيحرقوهم، ولا كيبيعوا ليهم وكيعطيهم كونترات على الرأس ديالهم للباترونات الإخوان هنا في الطاليان، لأن 30% فقط من اليد العاملة اللي جابوها من على برا، اليد العاملة الأجنبية اللي كتدخل في الذكريات الفلوسي اللي كنهضروا عليه دائما الإخوان، ها العقود العمل، 30% فقط من هاد الناس اللي دخلوا وهما اللي تريقلوا وهما اللي الباترونات ديالهم ريقلوهم، غير 30%. راكم شتو العدد اللي كتطلب الحكومه الايطاليه كل سنه خاصها تدخل، يعني لانك تقول كاين خصاص في اليد العامله، ولكن الناس اللي هما هنا لداخل هما اللي عارفين واش كاين خصاص ولا لا، حقاش بزاف ديال الناس كيقلبوا على خدمه وما لقاوش بوراقهم، كاين اللي عنده جنسيه، كل واحد وشنو، كاين اللي عندهم طبيعه الحال العائله ديالو قديم هنا، يعني هي كتقول كاين خصاص في اليد العامله. المهم هاد الناس كاملين اللي دخلوا في الذكريات وفلوسي غير 30% فقط، و70% كلها فينا هي، يعني دابا الحكومه خدامه على محاربه التجار في البشر والناس اللي كتستغل القانون بطبيعه الحال وكتبيع الكونترات على الراس ديالهم الكابوات، يعني الباترونات، الناس اللي جتي فينا هما. ودابا الحكومه اشنو باغا دير؟ كيف ما شفنا مؤخرا الاخوان بان اوكرانيا، الاوكران دخلوا لايطاليا وطلبوا اللجوء، الطاليان اعطاتهم في البرميسو دي سوجورنو ديالهم واحد البرميسو دي سوجورنو، رخصه الاقامه ديال سنه مؤقته لانهم طلبوا اللجوء هنا. دابا باغيه ايطاليا شنو دير؟ باغا تجدد ليهم، وهذا البرميسو هذا غادي تعطيه ليهم ديال الخدمه، يعني هذا البرميسو ديال رخصه الاقامه قابله للتغيير من سبب لسبب باش يغطيو الخصاص اللي كاين دابا في اليد العامله. هاد الناس اللي كنا باغيين يجيو كاملين وهما دخلوا، ولكن علاش 30% فقط اللي خدمات؟ 70% فينا هي. دابا الاخوان خدامه على البرنامج الاخر ولا الخطه الاخرى باش انها تدخل اوكران، يعني تبدل لهم من بيرميسو دي سوجورنو اللي هو مؤقت اللي كان فيه عام الخدمة، يعني غادي يبدلوه من سبب برميسو سجورن مؤقت في المثال ديال اللجوء ولا الحماية الخاصة ولا الحماية الإنسانية، ولا شوفوا من النوع ديال البرميسو اللي عطاهم، غادي يبدلوه لهم الخدمة باش يغطي واحد شوية الخصاص في اليد العاملة. وفي نفس الوقت كيف ما كنشوفوها هي الطاليان مازال كاين قانون مفتوح حتى 2025، وعدد كبير 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 بزاف ديال الناس اللي غادي يدخلوا. المهم كاين بحث وتحقيق على بزاف الباترونات الاخوان ومحاربه ديال التجار البشر بالاخص في عقود العمل، اما هذيك ديال اللي يدخلوا عن طريق البحر ما نهضروش عليها، هذيك صافي، هذيك اللي شدوه 30 عام 30 عام حبس الاخوان. المهم الواحد من طبيعه الحال الى شرا شي كونترا ولا شي حاجه يحضر راسو، ما يبقاش يهضر، ما يبقاش يقول انا شريتها، بالاخص الى مشى القنصليه ولا كنشوف القنصليه حتى هي كدير في لونكيت وكدير في التحقيق والمقابله مع الناس اللي هما في المثال شاكين في الباترونات ديالهم بطبيعه الحال. المهم هادشي اللي كاين اخوتي، يعني اخر الاخبار كيف ما شفتوا، يعني كاين محاربه ديال الطاليان لهاد الناس اللي كيتاجروا في البشر، كيتخلصوا من عندهم وما كيخدموهمش على الراس ديالهم كيف ما قلت لكم الباترونات، يعني انت باترون جتي عامل خاصك تخدمه، الواحد يرد البال الاخوان، هو فعلا الواحد الى جا خاصو يمشي للبوست ديال الخدمه ديالو ديريكت في المثال بعقد عمل موسمي ولا غير موسمي، في الخدمه ما فيش خدمه في الاوراق نتفاهم مع السيد، مشي عنده البوست ديال الخدمه، ربما يتراجع في حاله ما الا قال لي لا راه ما كاينش خدمه يتراجع ويخدمني. نتمنى ان اللي جاي يخدم وما يلقاش مشكل، سواء كونترات الموسميات ولا الغير موسميات.